بص، قبل اي حاجه بقى تعالى، لان احنا معانا اخبار كتير حلوه النهارده، وزي ما بيتقال الاهلي دايما بيفرحك، سواء انت بتتكلم يعني عن فترات كمان بعيده او قريبه، هتلاقي فيه انتصار، هتلاقي فيه بطوله في رياضه ما، هو ده الاهلي دايما. واحنا النهارده بنتكلم ان احنا عايشين بطولات مختلفه وانتصارات مختلفه على مدار مواسم كتيره جدا، بس تحديدا الموسم ده كريم مختلف. امبارح تحديدا كمان توج الفريق الاول للرجال والسيدات في النادي الاهلي بلقبي الدوري المصري. يعني انت مش تاخد بطوله واحده لمثلا رجال للسيدات، لا، ما شاء الله الاثنين بعد الفوز بالدوره المجمعه الثانيه. ولاحظوا كمان ان يعني رجال وسيدات الاهلي لو احنا هنتكلم قدروا ان هم كمان يفوزوا في جميع لقاءات الموسم. مش كده، انا ما كنت شاء بقول الله. موسم مختلف، موسم استثنائي، وما حصلش كريم خساره واحده الحمد اي لله حتى هذه اي اللحظه. وده يدل على انجاز طويل وشغل كبير جدا بيتم ومجهود رائع بيبذل وخطط بتوضع بشكل احترافي. خليني كمان اقول لحضراتكم بالانتصار ده بيكون النادي الاهلي جمع كل بطولات الدوري لكل العاب الصالات. ما شاء لما الله. يتقال ملوك الصالات على استحقاق بقى، مش طب طالعين ندي لنفسنا طب القاب ملوك الصالات، يعني ايه، بنفوز في كل الالعاب الحمد لله، وتحديدا هذا الموسم، وتحديدا السله واليد وتنس الطاوله باستثناء يعني الكره الطايره اللي راح لقبها لنادي الزمالك. تاني هنقول ده موسم استثنائي 100% لالعاب الصالات في النادي الاهلي الحمد لله، وطفره غير مسبوقه تحت قياده الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. ولازم الواحد يدي لكل شخص مجتهد حقه، كابتن خالد العوضي من الناس اللي بجد بجد فرقت بشكل كبير جدا. وجودها في النادي الاهلي اضاف كتير جدا للنادي الاهلي، صحيح. واكيد كمان في السي في بتاع كابتن خالد اكيد في اضافه كبيره ان هو اشتغل ونجح مع النادي الاهلي، فهي وين وين سيتويشن في الاول وفي الاخر. بجد شكرا لكل المجهود اللي بيبذل، شكرا ان انتوا فرحتونا، شكرا ان احنا ملوك الصالات عن استحقاق وعن ارقام وعن تاريخ ومزيد من التالق كمان ان شاء الله في يا رب الفتره ان اللي شاء جايه. الله. احنا ما فيش مره كنا مستضيفين فيها حد في اي فقره من فقراتنا الحواريه وكنا بنتكلم فيها حتى عن رياضات مختلفه، حتى طبعا بطبيعه الحال بعيدا عن كره القدم. الكل الحقيقه كان بيجمع على ان وجود الكابتن خالد العوضي عامل فرق كبير جدا، وهو شخصيا عامل شغل كبير جدا، وناس كتير اجمعت انه الراجل ده يكاد يكون ما بيروحش بيتهم من كتر ما هو قاعد يعني واهب وقته وذهنه ومجهوده بالكامل لاعلاء شان النادي الاهلي اكتر واكتر، وهو ناجح جدا في هذا الاطار. كل التحيه ليه طبعا. والحقيقه العاب الصالات بشكل عام بتشهد طفره استثنائيه ملحوظه، وكمان قطاع الناشئين. وعلى فكره البطوله اللي كانت نهاوند بتكلم حضراتكم عليها، في البطوله دي تحديدا في تنس الطاوله اللي بالمناسبه انتهت بحسم لقب بطوله الدوري، ويعني كان وضعها استثنائي، كل اللعيبه قدموا مستوى اكتر من ممتاز، رغم ان اغلبهم خاض منافسات صعبه جدا قدام لعيبه متميزه، لكن استطاعوا ان هم يتفوقوا عليهم في النهايه وحصدنا اللقب. عايزين برضو نتكلم شويه عن البطوله، وبصفه خاصه ماتش لاعبنا عمر عصر اللي فاز فيه على احمد نديم لاعب انبي بنتيجه 3-0، وطبعا بعدها توالت المباريات اللي قدم فيها مستوى متميز يعني للغايه. على صعيد السيدات كمان لازم نشيد باداء دينا مشرف وهنا جوده، والحقيقه كل لعيبه النادي الاهلي ليهم كل التقدير وكل الشكر لجهاز تنس الطاوله في النادي الاهلي. والحقيقه انه لولا الجهاز الفني والاداري ولولا دعم مجلس اداره النادي ما كناش هنحقق كل هذه الانجازات والانتصارات والبطولات. وكمان لاحظوا هنا ان جماهير النادي الاهلي مش بس حاضره بقوه في مباريات كره القدم، دول كمان بيشجعوا وبيدعموا مختلف الالعاب الرياضيه اللي النادي الاهلي بيشارك فيها. كل الشكر والتحيه والتقدير لجماهير النادي الاهلي ولدعمهم الدائم وكونهم سند طول عمرهم في ظهر كل لعيبه النادي الاهلي على مستوى كل الفرق. يعني ربنا يديم المحبه دي يا رب ان شاء الله. خليني كمان اقول لك، لان دي عاده كابتن محمود الخطيب، يعني طبعا هو بيحب جدا ان هو يكون متواجد وان هو يهني طبعا كل اللعيبه بعد اي فوز. هو فعلا كان يعني قام بتهنئه الفريق بعد الفوز يعني بالدوري، وعايز اقول لكم كمان اشاد بالجهود الكبيره جدا اللي بذلوها والاداره الناجحه، وهي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. انت لما بيكون عندك منظومه ناجحه واداره ناجحه ما تتوقعش هيبقى عندك نتائج مش كبيره او مش نتائج كويسه، مستحيل يعني 1 بلس 1 ايكوالز 2 زي ما بيتقال. لو الخلطه يا كريم تمام او سليمه ماشيه بشكل احترافي هتلاقي النتيجه بتاعتها حلوه، زي الاكله، الاكله الانجريدينتس بتاعها كويس اتعملت حلوه هتلاقي اكله حلوه في الاخر. ده مثال اهو بسيط، يعني كان بيبقى في مشاكل، عدم استقرار، عدم اداره جيده، طبعا النتائج هتبقى غير جيده تماما. ده مش عندنا في النادي الاهلي، انت عندك سيستم وعندك منظومه وعندك كيان محترم جدا، عارف هو بيعمل ايه كويس جدا، وبالتالي بيترجم في الالعاب وفي الميداليات وفي كمان البطولات.